بمناسبة الذكرى المزدوجة السبعين لمجازر 8 ماي 1945 وذكرى يوم الطالب 19 ماي 1956 نظم أمن دائرة سيدي محمد تحت إشراف أمن ولاية الجزائر مبادرة ثقافية بالتنسيق مع طالبة ثانوية عمر راسم وبحضور إطارات من الأمن الوطني وعدد من المجاهدين والجمعيات الفاعلة في المجتمع المدني أه، تنظم أمن المقاطعة الإدارية سيدي محمد بمناسبة إحياء الذكرى السبعين لمجال من يمين. كذلك لنشهد لبطولات شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل أن يعيش هذا الوطن العزيز في حرية واستقرار وكرامة اسم سيد القائد العام محمد بوعلاق القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية نشكر أمن دائرة سيد محمد على تنظيم هذه المبادرة للأطفال وشبابنا وبناتنا بمناسبة هذه الذكرى العزيزة على قلوب كل الجزائريين المبادرة هذه تخللتها عدة نشاطات إحياء لذكرى مجازر الثامن ماي على غرار مسرحية تحت عنوان أم الشهيد التي لقيت إعجاب الحضور وعدد من القصائد من أداء طلاب ثانوية عمر راسم وكذا مداخلة لممثل القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية رسالة نقول لهم الله وحنا نفوتنا لهم المشعل ويتهلاو فيه وهذه البلاد نقول لهم ما عندكمش من غيرها هذا شرف لينا اللي مثلنا في هذه المسرحيه ونشكروا بزاف الشرطه اللي جات وساهمت معنا في هذه الحفله وان شاء الله دائما الدير تبقى رايه في قريصاننا وتحيا الجزائر وفي ختام النشاط قام المشرفون من امن مقاطعه سيدي محمد بتكريم المجاهدين وكذا طلاب ثانويه عمر رسم